صباح الخير عملاءنا الكرام، هذا هو التحليل اليومي للأسواق في الاثنين أول أيام التداول من الأسبوع الحالي والموافق لليوم الرابع من شهر أيلول لعام 2017، حيث يأتيكم هذا العرض كالمعتاد من شركة سي ام تريدينج. على الفور نبدأ بالاطلاع على أبرز التقارير الاقتصادية في المفكرة اليومية. لدينا تقرير يصدر في أستراليا عن إجمالي الأرباح التشغيلية للشركات، هذا التقرير يتعامل مع قراءة عن الربع الثاني من هذا العام ويصدر عند الساعة 4:30 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية. التوقعات تشير إلى أن هنالك تراجع في إجمالي الأرباح لتصل النسبة إلى ناقص 0.4%، وهي نسبة طبعا سلبية بالنسبة للدولار الأسترالي. طبعا المستوى الإجمالي لأرباح الشركات يحدد بالاطلاع على أرباح الشركات التي يزيد عدد الموظفين لديها عن 20 موظف، وذلك طبعا قبل اقتطاع الضرائب المستحقة. إذن تجمع الأرباح لهذه الشركات قبل اقتطاع الضرائب المستحقة، ودائما ما يكون الاتجاه الإيجابي لهذه النسبة جيد وينعكس إيجابا على حركة الأسواق، إلا أن القراءة المتوقعة في هذه المرة من المفترض أن تكون سلبية، وبالتالي أوضاع العمل ليست جيدة، وهذا يعتبر إشارة ضعف في الاقتصاد الأسترالي. عند الساعة 10 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية لدينا تقرير عن التغير في البطالة، هذا التقرير يتعامل مع قراءة في إسبانيا ومن المفترض أن يكون عند قراءة إيجابية ليبلغ 16,000 تقريبا فرصة عمل. فرص العمل دائما ما تكون ازدياد وجود فرص العمل يدل على قوة الاقتصاد والأداء الاقتصادي العام، لأن وجود أشخاص يعملون هو مؤشر واحتمال قوي لازدياد الاستهلاك والصرف بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، كونهم يعملون ويكتسبون الكثير من المال لصرفه ضمن المشتريات والاستهلاك اليومي ربما وشراء السلع والخدمات، وبالتالي هذا ينعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي. هذا التقرير من المفترض أن يكون له أثر إيجابي على حركة اليورو خلال التداولات. بالانتقال إلى بريطانيا وعند الساعة 11:30 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، نحن أمام مؤشر لمديرية المشتريات في القطاع الإنشائي. التقرير يتعامل مع قراءة عن شهر آب ومن المفترض أن تكون عند 52 كقراءة لهذا المؤشر الذي يعتبر من المؤشرات الريادية في تحديد وضع الأداء الاقتصادي العام في البلاد. طبعا هذا التقرير نذكر أنه يتم عبر إجراء مسح على مديرية المشتريات وسؤالهم عن مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالتوظيف والإنتاج والطلبات التي تستقبلها الشركات التي يعملون بها. مديري المشتريات دائما يكون لديهم وصول مبكر بحسب مقتضيات وظيفتهم طبعا إلى بيانات خاصة بأداء شركاتهم، وبالتالي إجاباتهم قد تحدد الوضع الاقتصادي لهذه الشركات والاقتصاد بشكل عام قبل صدور التقارير الرسمية. لذلك يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الإيجابية والتي تتابع القراءة حاليا، هي فوق مستوى 50، وهذا يدل على أن القطاع يزدهر وآخذ في التوسع، وبالتالي هو إيجابي بالنسبة للجنيه الاسترليني. يبقى أن نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لديها عطلة كاملة في هذا اليوم بمناسبة عيد العمال في تلك البلاد. ننتقل الآن إلى القسم التقني من حركة الأسواق ونحاول أن نفهم معا كيف كان سلوك الأزواج في ساعات التداول الأخيرة من الأسبوع الماضي. نبدأ من زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، نلاحظ أن حركة الأسواق كانت إيجابية نحو الأعلى، ارتفعت بشكل كبير لتصل وتسجل مستوى وقمة سعرية جديدة قبل
إغلاق التداولات في نهاية يوم الجمعة الماضي. الأسعار بالنسبة للجنيه الاسترليني وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، بلغت أعلى سعر عند 1.2952، هذا المستوى طبعا مستوى المقاومة الذي يشكل 38% مستويات فيبوناتشي، استطاع فعليا ضغط الأسعار نحو الأسفل، لذلك لم تصمد لفترة طويلة فوق هذا المستوى، ويبدو أن هذا من المستويات الهامة بالنسبة لتداولات الأسواق خلال الساعات المقبلة. يجب الانتباه إلى أن الأسعار حاليا في صباح يوم الاثنين تتداول ما دون مستوى المقاومة عند 1.2961، هذا المستوى طبعا مستويات مقاومة هامة، لأنه شكل أو حصر الأسواق دون هذا دون مستواه السعري عندما ارتفعت خلال التداولات السابقة الأسبوع الماضي. نلاحظ في هذه المنطقة كيف استطاع هذا الحاجز والمستوى فعليا ضغط الأسعار نحو الأسفل. أيضا الآن يحاول السوق اختبار هذا المستوى من جديد، ربما إذا ما نجح في الصعود نحو الأعلى فهو أمام مستوى 1.2875، وهو من المستويات الهامة. يضاف إلى هذه المستويات خلال هذا الأسبوع مستوى الدعم المتوسط عند 1.2334، ومستوى الدعم أيضا عند 1.29، ومستوى الدعم عند 1.28793، هذه من المستويات الهامة التي يجب التركيز عليها خلال التداولات هذا الأسبوع. طبعا سوف نكون معكم خلال التطورات الأحداث خلال الأسبوع ونعطيكم باقي التفاصيل حول المستويات والحواجز للمقاومة والدعم التي سوف يتحرك ضمنها السوق فيما إذا تجاوز هذا الحد في التداولات اليومية. بالانتقال إلى سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي، نلاحظ أن الحركة كانت أيضا متناوبة يوم الجمعة الماضي، استقرت الأسعار قبل الإغلاق فوق مستوى الدعم عند 1.18610، وأغلقت بالقرب من هذا المستوى، رغم أن السوق كان قد سجل خلال التداولات الأمريكية اندفاع سريع نحو الأعلى، وصلت فيها الأسعار إلى مستوى وحاجز 1.19745، وهو نفس المستوى الذي هبطت منه الأسعار في وقت سابق. نلاحظ أن الشمعة التي شكلت هذا الاندفاع هي شمعة ذات ذيل طويل، أي أن هذا المستوى من المستويات القوية، وربما لم يكن يمتلك السوق الرغبة في الارتفاع نحو الأعلى بشكل كبير، لكن بعض الأنباء الاقتصادية قد تكون قد حركت الأسواق نحو الأعلى، إلا أن التداولات عادت سريعا للانخفاض ليغلق السوق على تراجع فعليا، لكنه بقي أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه بقي فوق أدنى سعر كان قد سجله خلال تداولات الأسبوع الماضي. بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة لهذا الأسبوع، لدينا حاجز هام في المقاومة عند 1.20116 و1.19745، وطبعا بطبيعة الحال مستوى المقاومة المتوسط، وهو من المستويات الهامة أيضا الذي يشكل منتصف السوق عند 1.19178، هذه المستويات الثلاثة من المستويات المقاومة الهامة التي يجب الانتباه إليها خلال التداولات اليومية. طبعا الأسعار في صباح يوم الاثنين هي تحت هذا المستوى، لكن من المرجح أن تحاول أيضا الارتفاع من جديد لإعادة اختبار نفس المنطقة التي اختبرتها سابقا كما نشاهد لمرتين متتاليتين خلال يوم الجمعة الماضي. بالنسبة لمستويات الدعم هي أيضا عند حاجز 1.18610، وأدنى سعر كان قد سجله السوق خلال التداولات السابقة عند أرقاع السعري الذي شكل مستوى دعم هام عند 1.18240. بالانتقال إلى سعر الدولار مقابل الين الياباني، نلاحظ أن حركة الأسواق كانت متناوبة مع ميل بسيط للارتفاع نحو الأعلى، خاصة عند ساعات التداول الأخيرة من يوم الجمعة، وصلت الأسعار إلى ما دون على قمة سعرية كانت قد سجلتها خلال تداولات اليوم، إلا أنها بقيت عند مستوى المقاومة 110.283، هذا من المستويات التي افتتحت الأسعار فعليا تحت هذا المستوى بشكل كبير. لدينا أيضا مستوى المقاومة الأسبوعي عند 110.644، هذا المستوى من المستويات أيضا التي كانت قد دفعت الأسواق للانخفاض خلال التداولات الأسبوع الماضي. تحركت الأسواق أيضا بشكل كبير عندما لامست مستوى
الدعم عند 109.730، هذا المستوى يجب الانتباه إليه أيضا، لأنه دفع الأسواق في مرتين متتاليتين، في المرة الأولى في هذه المنطقة، أيضا في المنطقة الثانية يوم الجمعة دفع الأسواق لارتفاع نحو الأعلى. حاليا خلال ساعة الصباح الأولى من يوم الاثنين نشاهد أن الأسعار هي ثابتة نسبيا فوق هذا المستوى، ربما تملك الميل للارتفاع بشكل مباشر نحو مستوى المقاومة 110.283 واختبار هذا المستوى. بالنسبة لمستويات الدعم الأخرى التي من الممكن أن تصل إليها الأسعار هي عند 109.177 ومستوى 108.816. أما بالنسبة للذهب مقابل الدولار وسعر الأونصة الذهبية، الحركة كانت خلال آخر يوم من أيام التداول الأسبوعية يوم الجمعة الماضي، استطاعت الأسعار تسجيل ارتفاع وقمة سعرية جديدة ثم تراجعت بشكل سريع نحو الأدنى، وتابعت الأسواق أيضا بشكل بطيء لاحقا لهذا التسجيل للقمة السعرية، تحركت بشكل بطيء ومتوالي نحو الأعلى لتغلق الأسعار فوق مستوى الدعم عند 1332.71. هذا المستوى طبعا مستويات الدعم الهامة. بطبيعة الحال اليوم الافتتاح كان أعلى من هذا المستوى بشكل كبير وفوق مستويات الدعم مستويات المقاومة الهامة عند 1329.26 دولار للأونصة، وأيضا فوق مستوى 1370.70 طبعا للأونصة. بالنسبة لمستويات المقاومة لدينا مستوى الدعم الأسبوع عند 1315 دولار وهو من المستويات الهامة، وأيضا لدينا مستوى 1306.70 ثم مستوى الدعم 1300.1 دولار للأونصة الذهبية. هذه المستويات طبعا مستويات هامة للمتابعة خلال الأسبوع. يجب أن نشير هنا إلى أن الأسواق فعليا إذا ما صمدت في وبقيت فوق ترتفع فوق مستويات الدعم أو المقاومة السابقة، فإنها من المفترض أن تتابع حركتها نحو الأعلى تسجل قمم سعرية جديدة، قد يكون مستوى 1343.32 بالنسبة لسعر الأونصة الذهبية من المستويات التي قد يصل إليها السوق خلال التداولات هذا اليوم. فعليا كانت هذه نظرة على الأسواق في ساعات الأولى من تداولات يوم الاثنين الرابع من شهر أيلول لعام 2017. نتمنى أن تكون المعلومات المقدمة لكم مفيدة وأن تكون تداولاتكم رابحة بإذن الله، على أمل أن نلقاكم صباح يوم غد يوم الثلاثاء بإذن الله.